وننطلق بالأردن كما تنطلق بالأردن. كان وزير الخارجية المصري في الولايات المتحدة وعشان الجمعية العامة راح في واشنطن واجتمع مع الرئيس كارتر مرتين ومع فانس أكثر من مرة، وأرسل لي ملخص لهذا الاجتماع اللي بناء عليه عقدت أنا مجلس الأمن القومي المصري يوم الجمعة اللي قبل الماضي. وبمجرد ما انتهى اجتماع مجلس الأمن المصري نائب رئيس الجمهورية حسني مبارك قام مباشرة إلى جميع الإخوة العرب علشان يضعهم في الصورة كاملة للموقف الحالي اللي احنا